مرحبا بحضراتكم مره كمان. ودلوقتي خلينا نروح نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. معانا دلوقتي مراسلتنا العزيزه جدا سالا حامد عشان تطلعنا على الجديد. يا سالا بونجور، صباح الخير. راحت فين؟ صباح الخير يا نهاوند، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ويمكن زي ما انت قلت يا نهاوند، يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس خليني قبل ما اتكلم يعني عن كل الاخبار المتعلقه بجميع الفرق، اتكلم النهارده يعني عن انه هيكون ان شاء الله في المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الاول لكره القدم المدرب السويسري مارسيل كولر. ويمكن النهارده ان شاء الله يعني المؤتمر الصحفي هيقام في تمام الساعه الواحده ظهرا، الساعه واحدة يعني بعد العصر. ويمكن التجهيزات تبتدي يعني من دلوقتي يا نهاوند ويا كريم، يعني كل الادارات موجوده من اجل التجهيزات والاستعدادات للمؤتمر الصحفي. يمكن يعني كل الادارات سواء الاداره التنفيذيه، اداره العلاقات العامه، وكمان اداره المركز الاعلامي، الكل متواجد من اجل التجهيزات والاستعدادات للمؤتمر الصحفي. وان شاء الله يعني بعد المؤتمر الصحفي هيكون في تدريب الفريق الاول لكره القدم يعني تحت قياده المدير الفني الجديد مارسيل كولر. وان شاء الله يعني التدريب يعني هيقام على ملعب مختار التتش استعدادا للموسم الجديد. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اتكلم شويه عن جميع الالعاب الاخرى وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكرة اليد يعني رجال، يمكن اللي هم كانوا امبارح افتتحوا مشوارهم في بطولة الدوري او بطولة السوبر المصري. يمكن امبارح يعني كانت اول مباراة بالنسبة لنادي الاهلي كانت امام نادي سبورتنج، يمكن كانت مباراة قوية وعصيبة يعني من جانب الفرقتين. يمكن ادى النادي الاهلي اداء قوي وكمان يعني نادي سبورتنج، ويمكن انتهت المباراة يعني بنتيجة 21-20 لصالح النادي الاهلي يعني بعد تألق كبير من لاعبي النادي الاهلي وبالاخص يعني حارس النادي الاهلي عبد الرحمن حميد. يمكن يعني بتصادياته الحاسمه يعني قدر ان هو يحسم اللقاء لصالح النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله يعني المباراه الثانيه هتكون بالنسبه لفريق النادي الاهلي وهتكون امام نادي الزمالك في تمام الساعه 9 مساء، وعلى نفس الصاله اللي اقيمت عليها مباراه سبورتنج صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر. ويمكن يعني خليني أقول لكم أنه نظام بطولة السوبر المصري هي أنه الفريق يفوز بمباريتين من أصل ثلاثة مباريات. ويمكن نادي الأهلي فاز في أول مباراة مع سبورتنج، النهاردة هتكون تاني مباراة لي، وفي حالة يعني فوز على نادي الزمالك هيكون اللقب لصالح النادي الأهلي وهيتوج بلقب السوبر المصري في بداية الموسم يعني. ويمكن دي أول بطولة يشارك فيها كمان نادي الأهلي وهتكون أول بطولة يتوج بها في بداية الموسم. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم انه الفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن طارق خيري يعني حاليا هم متواجدين في معسكر مغلق في مدينه الاسكندريه استعدادا للموسم الجديد. ويمكن يعني المعسكر ده يعني هيفضل لحد يوم الجمعه المقبل، هيكون يعني ضمن المعسكر المغلق ده ثلاث مباريات وديه منهم اثنين مع نادي الاتحاد السكندري ومباراه واحده مع نادي سموحه. النهارده ان شاء الله يعني لاعبات يعني كره السله هيتمرنوا الساعة 11 الصبح، وبعد كده الساعة 8 بالليل النهاردة إن شاء الله يعني هيكون في مباراة ودية مع نادي الاتحاد السكندري على صالة نادي الاتحاد السكندري، وبعد كده يعني هيرجعوا إن شاء الله يوم الجمعة استعدادا يعني لبطولة منطقة القاهرة، ودي اللي هتكون أول بطولة ليهم إن شاء الله في بداية الموسم. كمان خليني أقول لكم يا كريم ونهاوند إنه إن شاء الله يعني كمان لجنة الطفل يعني أعلنت إنه هيكون في يوم للأطفال يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله في فرع نادي الأهلي بمدينة نصر، وهيكون مهرجان شيف الصغير، وده اللي هيضم ان شاء الله يعني 100 طفل. واليوم ده هيكون يعني ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 5 بعد العصر. ويمكن يعني المسابقه دي هتضم يعني 100 طفل، وهيتم اختيار يعني الاطفال اللي هم قدروا ان هم يعملوا يعني افضل اكله او افضل وجبه قدروا ان هم يحضروها من حيث كل الحاجات يعني من حيث العناصر الوجبه كمان يعني من حيث النظافه يعني كل الحاجات يعني هيقيموهم ان شاء الله 10 او افضل 10 شيفات يعني في مصر، وهيتم تكريم الاطفال دي بعد ما يتم اختيارهم. كده يا كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا النهارده اللي تخص يعني جميع الفرق الرياضيه وطبعا النادي الاهلي، والنهارده المؤتمر الصحفي اللي هينطلق يعني في تمام الساعه الواحده ظهرا. اكيد انا معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. لا احنا بنشكرك على هذه التغطيه المتميزه، وكنت بقول لكريم عاجبني لون شعر سالا كده قلبت بلوند، لايق عليها جدا.